وحول الملتقى الحكومي ونسخته لهذا العام، يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد بن دينا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. مرحبا دكتور. مرحبا أخوي. لو نتحدث بداية أهمية هذا الملتقى في نسخته الجديدة. طبعا الملتقى إن شاء الله بينعقد برعاية من سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر ومبادرة من سيدي سمو ولي العهد، وأهميته تكمن في أن الملتقى يراجع كافة الإنجازات في السنة اللي طافت في 2017، وكذلك بيطرح شنو التطلعات المستقبلية للسنة القادمة إن شاء الله بإذن الله. السنة القادمة طبعا بتكون سنة فيها برنامج عمل حكومة جديد، وأتوقع أنه بيتم مراجعة بعض السياسات اللي بتكون من ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد إن شاء الله. نعم، إذا تنبثق أهمية هذه النسخة من برنامج عمل الحكومة الجديد، ولكن لو تحدثنا أكثر عن النسخة السابقة تلتها العديد من ورش العمل، وذلك بتوجيه بالطبع من سمو ولي العهد، وركزت على وضع التطلعات المستقبلية، نتائج هذه الورش. طبعا بتوجيه من سيدي سمو ولي العهد تم عقد أربع ورش في السابق لوضع برنامج عمل الحكومة القادم، وتم الخروج بست محاور وحول 29 سياسة و106 مبادرة. الجهات المعنية اجتمعت من خلال أربع ورش ذي، وحطت بالضبط مبادرات ومساهمات وشنو تطلع له ممكن يكون من إنجازات المشاريع في المستقبل. وتم الاجتماع على كذا مرحلة في اللجان العليا، والخروج بأهم السياسات والمبادرات اللي راح تتشكل فيها التطلعات المستقبلية للبرنامج الحكومة القادم. فأعتقد أن بيرجع الموضوع إلى الملتقى الآن، وبتم مراجعة كذلك هذه المبادرات والسياسات اللي طلعت من الست محاور. نعم. وبيتم الاتفاق عليها نهائيا. نعم، ولكن في نسخة هذا العام كيف يعني سيسهم ملتقى 2018 في مواصلة تحقيق الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، وكذلك في تعزيز إسهامات القطاع العام نحو التنمية الشاملة؟ والله أعتقد أن الملتقى هو حافز للجهات الرسمية. نعم. احنا اليوم المجلس الأعلى للبيئة الحمد لله في 2017 حصل على جائزة أفضل الممارسات الحكومية، وأعتقد هذا يخلق حافز لدى الجهات الرسمية أن هي تنجز، فتشوف إنجازاتها وتكريمها من قبل الملتقى. وكذلك بيتم طرح شنو السياسات اللي ممكن تحتاجها الجهات المعنية في المستقبل، لأن الاجتماع على مستوى مدراء فما أرفع، فبيتم من خلاله طرح شنو المشاريع المستقبلية، شنو التطلعات المستقبلية. نعم. فالإنجازات في العام 2017 بتتم مراجعتها وبتكرم فيها من هو أنجز، والتطلعات المستقبلية سوف يتم إقرارها إن شاء الله من خلال الملتقى. بالتأكيد كل التوفيق لكم في نسخة هذا العام. كنت معنا في نشرة الثامنة الدكتور محمد بن دينا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا.